والآن إلى شباك الصحة مع دانيا أرشيد. أهلا بك دانيا، اليوم الحلقة على الساكت، ما لازم نحكي. تماما، هذه الحلقة ربما موجهة للجنس اللطيف خصوصا. مساء الخير ديما، ومساء الخير لجميع المشاهدين. إذا كان السكوت من ذهب في الأحوال العادية، فيبدو أنه لا يقدر بثمن في زمن كورونا، إذ أشارت دراسة مؤخرا إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال التكلم. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. فيروس كورونا ينتقل إذا تحدثت، تقول دراسة أمريكية جديدة. فالتكلم يولد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في فضاء مغلق لأكثر من 10 دقائق، وقد يكون لهذه الجسيمات دور في نشر عدوى كورونا. باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة أجروا تجربة قام خلالها شخص بالتكلم بصوت مرتفع مكررا عبارة حافظ على صحتك لمدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق. وبعد تسليط أشعة الليزر على الصندوق ظهرت جسيمات صغيرة يمكن رؤيتها وإحصاؤها، وبقيت معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة. ولأن فيروس كورونا يتركز في اللعاب، قدر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولد أكثر من 1000 من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس وقادرة على البقاء في الهواء لمدة 8 دقائق أو أكثر في مكان مغلق. وهذا يسلط الضوء على قدرة المحادثات العادية في توليد جسيمات يحملها الهواء تبقى معلقة لعشرات الدقائق وقادرة على نقل المرض خصوصا في الأماكن المغلقة. ولاحظ الفريق أيضا أن التحدث بصوت مرتفع يولد عددا أكبر من الجسيمات، وذلك في بحث نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية. الدراسة نشرت في مجلة محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائجها تعزز توصيات الجهات المعنية بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي ريثما نستيقظ من كابوس كورونا. يعني عم تكتر الأشياء اللي بتساعد الأنظمة الدكتاتورية، يعني الصمت هلأ وقبل عدم التجمع، فشو بتحكينا عن ما دراسة؟ بيناسبنا الصمت، نحن بنوب. طبعا في دراسات سابقة أشارت إلى أنه يعني نجمع ببعض الدراسات التي قد يعني يمكن ربطها ربما بهذه الدراسة. في دراسات أشارت إلى أنه فيروس كورونا قد يبقى معلق لفترة ما في الأماكن المغلقة وما فيها تهوية جيدة. أيضا أشارت تقارير سابقة وردت من الصين إلى أنه تم رصد المادة الوراثية لفيروس كورونا في حمامات المشافي، في غرف تغيير الملابس، خلع الكمامات وغيرها من الأمور. وأيضا أشارت دراسة أمريكية سابقة إلى أنه فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق الكلام والتنفس. وطبعا رصد أيضا تم رصد فيروس كورونا على بعد 6 أقدام من غرف المرضى. فلذلك يقول خبراء إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على فترة بقاء الفيروس في الهواء، منها كمية الفيروس التي يخرجها الشخص المصاب وأيضا التهوية. لذلك الأماكن المهوات بشكل كاف تساعد على تبعثر هذه الجسيمات، أما الأماكن المغلقة فتبقى فيها هذه الجسيمات التي تنتقل عن طريق النفس أو التكلم، لأن بسبب اللعاب حصرا كون اللعاب يتركز فيه الفيروس، فإذا إجا هواء يا ديما هذه الجسيمات تتبعثر. أما في الأماكن المغلقة تبقى هذه الجسيمات بحيث إذا مر أي شخص آخر فيستنشق ويصاب بالفيروس. نعم دانيا، هناك أقاويل كثيرة عن أنه الفيروس سيختفي كلية بوقت قريب، أديها الشيء دقيق برأيك؟ منظمة الصحة العالمية أشارت مؤخرا إلى أنه فيروس كورونا قد لا يختفي أبدا، علينا أن نتعايش مع هذا الفيروس. وحتى إذا تم إطلاق لقاح في غضون عام، يعني بده عام على أفضل تقدير، حتى إذا تم إطلاق هذا اللقاح هذا لا يعني القضاء على المرض نهائيا ربما، وهناك جهود جبارة أخرى يجب أن تبذل للتصدي لهذا الوباء.
الأمثلة المعتمدين في ذلك هي أنه تم التعايش مع فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز، لحد الآن موجود هو هذا الفيروس ونتعايش معه. وقت بقلنا أنه لقاح ليس ضروري بالقضاء على الوباء، لأنه الحصبة لهلأ موجودة بالرغم من أنه في وجود لقاح لها. فإذا وجود لقاح لا يعني القضاء على الفيروس بالضرورة، ولكنه سوف ربما يساعد في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أكثر ثقة. نعم دانيا، في نصائح أخرى متعلقة بالمناعة، خاصة وأنه كثير هاي الأسئلة اليوم تسأل، رفع المناعة كيف طبعا يمكن أن خصوصا في نرفعها؟ ظل كورونا وفي شهر رمضان يجب الاكثار من الاغذيه، الفواكه الخضار الغنيه بمضادات الاكسده وفيتامين سي، ويجب طهي البيض واللحم والدجاج بشكل جيد والابتعاد عن اللحوم النيئه والاسماك النيئه بتاتا والاكثار من شرب السوائل. نعم دانيا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونلتقي قريبا. شكرا.